لما اقول للناس حب ذاتك حب نفسك يقول لك لا مش مفروض تحب الذات وتحب النفس. اللي انا بقصده هنا ان حب الهدية زي ما انت تحب شكلك تبقى مقتنع به متقبله. لانك ما عملتش كده مش هتعرف تحب. فاخد الشيء لا يعطيه، مش ممكن اديلك اللي ما عنديش، مش ممكن احبك من غير ما احب نفسي. لو قلت الانسان انك بتحبه اكتر من نفسك بتأذيه وتأذي نفسك، لانك بتقوله ان انا بحبك بالكلام لكن انت جواك ما فيش حب، انت ما تعرفش يعني حب، فانت بتديله وبتديله زياده عن اللزوم، فبتبدا تحط عليه مسؤوليه كبيره وتبدا تطلب منه، فبتعاد وتعاد نفسك، وبعدين جواك بتبعت له اللي جواك اللي هو عدم وجود الحب. فلازم تعرف يعني ايه حب وازاي انت تتحب. الحب جواك وده اللي بتخرجه بره. قانون المراسلات من قوانين العقل الباطن، العالم الداخلي هو المسبب للعالم الخارجي، وترجع لك بقانون الانعكاس، العالم الخارجي ينعكس عليك من نفس نوع عالمك الداخلي. فلو عالم الداخلي ما فيهوش حب يبقى هيطلع للناس عدم الحب وهيرجع لي بالشعور بعدم الحب. فلازم اعرف يعني احب واتحب عشان خاطر اكون هنا متزن. بعدها على طول التسامح المتكامل، فانت بتقول حب الله سبحانه وتعالى ورسوله، وبعدين حب نفسي زي ما انا، زي ما انا مش عايز اكون حاجه، انا زي ما انا كده ممكن احسن في حياتي لكن انا راضي على الدهول الله سبحانه وتعالى. بعد كده حب الوالدين، حب اخواتك، حب عمامك، حب اولاد عمك، حب ولا حب الناس. فانت لما هذا الحب بتنشره بعد كده التسامح المتكامل، يعني مش تسامح مره وترجع تاني تغير رايك. عشان كده لازم العقل والجسد كله والمخ كله يوافق، والعقل التحليلي والعقل العاطفي الاثنين يوافقوا. وديت لكم استراتيجيه بسيطه جدا، انك اولا فكر في الشخص وفكر في الحاله اللي حصلت، وبعدين خش مرحله استرخاء، انك تخلي الزفير اطول من الشهيق. لو خدت الشهيق فأربع عدات طلع الزفير في 8 عدات، ده اسمه تنفس الاسترخاء. لو عملته 3-4 مرات هتلاقي جسمك كله بدأ يرتاح، ومن هنا غمض عينيك وارجع تاني للحالة في ذهنك واسترعي الشخص وسامحه في الله لأنها لله. تخيل دي آخر لحظة في حياتك فسامح لله. وبعد كده اتكلمنا على عطاء غير المشترط، يعني بتدي من غير شروط، لأن هنا الحب المشترط والعطاء المشترط أنا هدي لك لما أنا أحبك، لما تتكلم زي ما أنا بقولك، لما تلبس اللبس اللي أنا بقولك عليه، لما تتصرف بتصرف اللي أنا عاوزك تتصرفه. ده كلها فيها شروط. فطالما فيها شروط ما بتديش للإنسان المسافة أو المساحة أنه يستقل بشخصيته، وطالما مش مستقل بشخصيته هيتبعك انت، يبقى منتظر منك انت الاوامر باستمرار، فيبقى هو مش عارف ينتج، مش عارف يبتكر. فانت ممكن تخليه يبتكر وينفعك اكتر مما تتخيل. ففي الحالات دي العطاء الغير غير المشترط. وكملنا بدول. انتوا عارفين في العطاء انا عملت حاجة بعملها خصوصا في امسياتي اللي هي بتاعت قوة الحب والتسامح، عملت حاجة اسمها دائرة العطاء. فكنت بجيب مثلا 6 اشخاص وخليهم كلهم عاملين دايرة وانا في وسطهم، وبعدين بطلع مثلا بفرض $10 من جيبي واديها الاول واحد في الدايرة وقوله اديها للي جنبك، اديها اللي جنبك، لففوها. فتلف تلف 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 وبترجع للاولاني، وبعدين بقول له اديها للي جنبك بابتسامة، فيديها له بابتسامة، تلف 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 وترجع له هو بابتسامة. اقول له اديها للشخص اللي جنبك بابتسامة وادعي له ربنا يبارك له فيها. رجعت له من نفس النوع، بعدين قلت له دلوقتي خدها في جيبك ما تديهاش لحد، ورحت مدي $10 تانيين للشخص اللي بعده، قلت له لففها، فلفت وراحت معديه عليه، راحت اللي جنبه تاني لفت وعدت عليه ما رحتوش تاني. قلت له حاسس بايه؟ قال لي حاسس ان في حاجه ناقصه. قلت له ده قانون الرجوع، ده قانون العطاء اللي بتبعته ويرجع لك من نفس النوع، اللي تحدفه فوق ينزل لك من نفس النوع وبنفس السرعه. فلو بعت عطاء في حب الله سبحانه وتعالى هترجع لك من نفس النوع، لو بعت عدم تسامح هترجع لك من نفس النوع، هترجع لك انت من نفس النوع، هتوجعك انت. لو خدت كوره تحدفها في الحيطه هتيجي في وشك انت، لو خدت شويه ميه حدفتهم فوق هتنزل عليك انت. يبقى في حاله لازم تاخد بالك، لان بتحدفه في الدنيا بيرجع لك انت من نفس النوع. فافضل واحسن وارخص واسهل انك تبعت حب وتبعت تسامح عشان تحافظ على طاقتك. مش عايز تنجح، عايز تنجح باتزان، مش عايز تكون سعيد في الدنيا وتجهز فعلا نفسك للاخره، طيب يبقى لازم تسامح، لان دي هي كلها شروط معينه لازم تنفذها عشان توصل مرحله الاتزان. خليني اسالك سؤال، هل يا ترى عندك برنامج رياضي؟ عندك برنامج رياضي بتتبعه؟ عندك برنامج رياضي بتعمله على الاقل 3 مرات في الاسبوع؟ على الاقل 3 مرات في الاسبوع. هل بتحب تتمشى شويه؟ هل بتشم هواء نظيف؟ عارف تملى الرئه؟ هل بتعرف تعمل شد لعضلاتك او تحرك نفسك شويه؟ في رياضه معينه بتتابعها على الاقل مره ومرتين في الاسبوع؟ لو لا هتبقى انت من ضمن اكتر من 90% في العالم. تخيل تخيل. هسالك سؤال، مش عايز صحتك تكون كويسه؟
طب ايه اللي عملته عشان صحتك تكون كويسه؟ لو ما تعملش اي حاجه لصحتك اطلاقا اطلاقا من غير صحتك ما تقدرش تعمل ولا حاجه. انا في وقت من الاوقات هديه من الله سبحانه وتعالى اصبت بجلطه. طبعا اقول هديه لان كل حاجه بتحصل هديه من الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وربنا بيجينا حاجات معينه بيختبرنا فيها. لكن عارف انت ممكن لو انت هنا وحصلت لك مصيبه وانت فيها كنت متضايق جدا، ازاي تحصل لي وش معنانا، وبعدين تمشي في الدنيا وانت ماشي هتبص تلاقي، تبص وراك تقول تعرف دي احسن حاجه حصلت في حياتي، لولا انا اترفدت من هنا ما كنتش بقيت مدير عام، لولا كنا سبت هذه العلاقه السيئه اللي انا مش طايقها ما كنتش لقيت حد افضل ان انا اكون معاه واجيب اولاد. لان بعض الناس بيبقى ماسك في نفس الشيء مش عاوز يسيبه. عارفين في افريقيا عشان يمسكوا صمت من اصناف النسانيس صغير كده لو مسكوه بايديهم ممكن يتكسر، لان عظمه رهيب جدا صغير خالص كده وشكله كده زي سبحان الله جميل جدا. عشان يمسكوه يروحوا جايبين حاجه اسمها البامبو، يجيبوا زي قفص كده ويحطوا فيها موزه، اول ما يخش القرد يروح فاتح الباب ويروح داخل جوه ويمسك الموزه يروح الباب مقفول، عشان يخرج يسيب الموزه فتطلع بالاستك اللي فيها، عشان يخرج يسيب الموزه، لكن هو ماسك في الموزه فمش عاوز يخرج فيخش يقبضوا عليه. الناس في الشارع ماسكين الموزه، اي حد يجي لي اصل بابا ماسك الموزه، اصل ماما ماسك الموزه، اصل شغلي، ما تسيب الموزه. انت ماسك الموزه ليه؟ ما تسيب الموزه. انت عملت اشتكي طول النهار، ما تسيب الموزه دي، ابدا فكر ايه اللي انت اتعلمته، اخرج من هذه الدايره، توكل على الله سبحانه وتعالى، احمد الله عز وجل عندك، اشكره حتى في الوقت ده كمان، اشكره الحمد لله رب العالمين، الشكر لك يا رب العرش العظيم، انا متقبل هديه، اللهم اني لا اسالك رد القضاء لكن اسالك اللطف فيه. جات لي غلطه، انا لا بدخن ولا بشرب، بلعب رياضه باستمرار. عارف ازاي؟ زي ما قلت لكم المره فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى وزني خليته تقريبا زي ما هو، يمكن 4 5 كيلو فرق. النهارده انا كملت 56 سنه، لازم العب كل يوم ساعه، كل يوم صحتي جسمي. لو انا تخين كده وماشي وبعدين بكلم ناس على الصحه ازاي؟ بس تمشي ازاي؟ مش ممكن تدرس حاجه وانت مش في المجال ده؟ لازم توصل لمرحله اهتم بصحتك، تهتم بيك، ادي لصحتك هتديلك، لان من غير صحتك عارف لو انت ماشي كده وايدك اتخبطت والله هتلاقي كل تركيزك هناك. لو انت داخل تاخد قرار وحصل لك اي حاجة حتى لو تليفون ضايقك، اليابانيين يمنعوهم من يخش ياخد القرار لان مش في حالة نفسية متزنة ياخد بيها قرار، عقله العاطفي مشتعل. فلو اتخبطت تخيل بقى لو صحتك، عندك صداع نصفي او عندك جلطة او عندك قرار اي حاجة، في الحالة دي هتبص تلاقي ان الركن الصحي اللي ما بتهتمش بيه مش هيهتم بيك. عشان كده الركن الصحي من ضمن القيم العليا في حياة الإنسان، لأن من غيرها مش ممكن إطلاقا تقدر تعمل أي حاجة. ولما نرجع بعد الفاصل إن شاء الله هنتكلم على تفاصيل الركن الصحي اللي هو بيتكلم من أربع حاجات أساسية هنتكلم عليهم بالتفصيل، وبعدين هنعمل استراتيجية كده متكاملة بسيطة جدا حتى وانت قاعد ممكن تعمل حاجات. المهم نعاوزك عارف اهتم بصحتك عشان تديلك، على فكرة مهما كانت وظيفتك، مهما كان مجالك، مهما كان اسمك، مهما كان عائلتك، من غير صحتك مش هتعرف تعمل ولا حاجة. معظم الرؤساء والملوك في العالم بيهتموا بصحتهم، بيلعبوا تنس، عارف يلعبوا سباحة، يهتم بنفسه فتلاقي كده صحته كويسة. قال بص حد تاني تخين وبتاع، لا طب وليه يعني؟ اهتم بنفسك هتبص لصحتك تهتم بيك. عندي صديق ليا الراجل ده ناجح جدا بكل معايير او مقاييس النجاح المادي. عنده شركة سياحة بيشتغل كل يوم على الاقل من 16 ل 18 ساعة، بيدخن 4 علب سجاير كل يوم، بيشرب على الاقل من 14 18 فنجان قهوه، قعد اكتر من 3 سنين ما خدش يوم اجازه، يعني كانت الوصفه الرائعه للانتحار. وكان عادي، وفي يوم بدا يشعر بصداع، صداع غير طبيعي، ما فيش حاجه بتنفع، اي حاجه ما فيش فايده. وفجاه وهو قاعد في مكتبه اغمى عليه، خدوه بسرعه على المستشفى وجات له جلطه في الجزء اليمين من المخ، وقعد هناك وكان في كوما، قعد حوالي فيها حاجه اكتر من شهر ونص. وبعدين لما خلصوا العمليات وكله اكتشف لما صحي ان الجزء الشمال في جسمه اتشل. انا كنت في لفه حول العالم، واول ما رجعت سمعت لانه صديق شخصي فرحت له على طول. وانا قاعد عنده فبيبص لي كده وهو بيبكي، قال لي شفت حصل لي ايه؟ فانا سكت خالص. قال لي انت ياما حذرتني. قلت له مش مهم حكايه حذرتك ولا لا، هسالك سؤال واحد بس هطلب منك شويه حاجات تعملها اذا كان ممكن يعني. قال لي ايه؟ قلت له اولا اشكر الله سبحانه وتعالى، اجي اول حاجه. ثانيا عايز اسالك سؤال، انت اتعلمت ايه من اللي حصل؟ ايه اللي اتعلمته من اللي حصل؟
قال لي اتعلمت ان انا اخد بالي من صحتي، اتعلمت ان انا على الاقل اخد يوم اجازه ولو واحد في الاسبوع، اتعلمت ان بقى مش عامل زي المكنه بالاسلوب ده، لازم اشحن البطاريه بتاعتي، لازم انفصل عن اللي بيحصل وبعدين اتصل على اللي بيحصل، لازم اخد بالي من صحتي. انا كنت عمال ادخن بطريقه مجنونه وياما نصحوني وجات لي مشكله في الرئه اكتر من مره، والدكتور قال لي تقريبا عندك سرطان في الرئه، وانا ولا بسمع، اخد من هنا واطلع من ناحيه ثانيه، طناش اكني معرك اكنها بتضر التانيين الجيران مش انا. لكن لما حصلت لي اتعلمت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى اخرج من هنا وهظبط نفسي تماما. دلوقتي خرج وعمل عارفه اللي هو التدريج الطبيعي والفيزيوثيرابي، عمل الحاجات دي كلها، وبقى بيمشي بيعرج، يمشي برارج وايده الشمال يعني يا دوب، قعد على كده حوالي سنتين وبعدين اتعود على كده وبقى بيمشي الى حد ما افضل. عارفين عمل ايه؟ رجع يدخن تاني. المره دي لما جات له جلطه للمره الثانيه حصل عنده مصايب كبيره وتقريبا كان بيموت. وبعدين رجع تاني وانا رحت له للمره الثانيه، وانا باستمرار رايح عشان ازوره مش عشان ادنبه ولا بتاع، رايح ازوره. فقعدت معاه وبصلي، قال لي تعرف زار مفيش فايده فيا، احسن اموت، انا ما عنديش اي تحكم في نفسي. قلت له انا عايز اسالك سؤال، هل انت دورت وفتشت حد يساعدك؟ هل سالت المختصين حد يساعدك؟ مختصين مليانين في العالم النهارده، مش شرط انا ولا غيري لكن مليانين. دور طالما توكل على الله سبحانه وتعالى، قل له يا رب انا سبتها علشانك، لان من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منها. ما تسيب الهبابة دي. انت عايز ايه من تدخين؟ بيعمل لك ايه؟ لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات ولا صح ولا حلال. عاوز ايه؟ بتعمل بيها ايه دي؟ اربع ساعات انت اديك شفت، ولو مت بيها ربنا هيسالك السيجاره دي فيها اكل؟ فيها فيتامينات؟ مش بعت لك اكتر من واحد يحذرك؟ مفيش فايده؟ ادفع الثمن بقى، هتدفع الثمن. شوف انت بتعمل ايه لنفسك؟ فبتتعب في الدنيا وكمان في الاخره. وبعدين اخيرا لما بدا يخرج دلوقتي بطل تماما. فاللي انا بساله الناس يعني ما بيعملش اي حاجه فيها رياضه، بيعمل حاجات تبوظ صحته، بياكل غلط، بياكل بسرعه وهو واقف، ما بياخدش اي اجازه، ما بيريحش جسمه، ما دي وصفه الانتحار. صحتك في ايه؟ الناس فاكرين ان الصحه بتيجي صدفه، ان الصحه بتبوظ عند الجيران او بس في التلفزيون في الافلام. لا، هتجيلك انت وهتخبطك في الوقت اللي انت ما انتش واخد بالك، هتخبطك بقوه، هتخبطك بقسوه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيديلك انذارات اكتر من مره في نفسك، مش قادر تتنفس، مش عارف تطلع السلالم، عارف وزنك زايد، بتتعصب بسرعه، بتاكل كتير او ما بتاكلش خالص، حاسس بوحده من حواليك ناس كتير. دي كلها اصناف من اصناف التوتر. هتلاقي نفسك وصلت الاكتئاب، وبعدين تلاقي نفسك تعبان بس ضايع بين الدكاتره. اهتم بصحتك، لان الصحه مش هتعرف تعمل حاجه خالص بيها مهما كانت وظيفتك. لازم تهتم بصحتك، دي حاجه. غير كده عارف تهتم بصحتك ليه؟ اولا لان الله سبحانه وتعالى اديها لك هديه، فانت بتحافظ على هديتك وبتقول له يا رب انا حافظت عليها. لو حد مثلا جاب لك اكل من فندق او اكل من بيت، اكل بيتي او اكل يعني سوري من الزباله، تختار مين فيهم؟ كم واحد يختار اكل من الزباله؟ مفيش. هتقول لك والله انا اختار اكل من الزباله، عائلتنا كلها حيوانات بيخشوا في الزباله ويطلعوا منها. مفيش، انت عاوز تاكل احلى اكل ممكن واخر حلاوه، بتنقي احلى اكل جسمك. طب ومخك؟ احسن احلى افكار لازم تحطها، بتسميها فود فور ثوت، اللي هي اكل طعام صحي الافكار. عشان كده اول حاجه في الجزء الصحي هي التفكير الايجابي الصحي. ايه السبب؟ بتبدا من هنا، لان الفكره بتحول لتركيز، بتركز، ولما تركيز احاسيس، والاحاسيس سلوك، وبعدين تكررها وتستعملها ملف عقلي اسمها الملفات العقليه، مخزن من مخازن الذاكره موجوده في كل مراكز الطاقه، بتعملها من غير ما تفكر. تاكل اي كلام، عايش اي كلام، اي حاجه، فاكر صحتك دي اي كلام. ناس بتقول لي انا في واحد راجل، الراجل ده كندي عنده، لان دلوقتي انا اعرفه بقالي سنين، دلوقتي عنده اكتر من 95 سنه ما شاء الله عليه. الراجل ده بيجري كل يوم الصبح، انا بقوم زي يعني لما اكون الجو كويس بالنسبه لي، انا اكون مثلا الطقس معقول، فانا بجري كل يوم حوالي 5 ميل ما شاء الله. طبعا ما بداش كده، انا بدات الاول انك تمشي وبعدين تمشي اسرع وبعدين اسرع مع الوقت شويه، فاخرين التغيير التدريجي شويه 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 شويه، لما بدات اجري وبعدين اجري واقف وامشي واجري وهكذا. ودي اسمها كروس تريننج. انا ان شاء الله بحضر برنامج اسمه الطاقه والصحه والحياه والنشاط، فيها 12 سر ان شاء الله يخليك تنزل وزنك وانت عارف مكانك، كل زي ما انت عايز. فيها حاجات بسيطه جدا، ازاي تعرف نفسك كويس، ازاي تعرف جسمك كويس، ده غير كده حاجات في الذاكره، ازاي تذاكر وتجيب 90% ان شاء الله. فمش مفروض ان احنا بس نقدم حاجات وخلاص، في حاجات اساسيه عشان نقدر ننمو بيها. ده غير لما تيجي تتكلم بعد كده على ازاي تبطل التدخين في اربع ساعات. لو كان لي يا ربنا اداني عمر وصحه، ده اللي انا هجيبه هنا،
من وقت لتاني, وده اللي انا بدات اعمله دلوقتي عشان في اماكن مختلفه في العالم. فلما تيجي تفكر الراجل ده كل يوم وانا بنزل قال يعمل يجري صيف شتاء, عمال يجري يجري يجري, انا خلصت وروحت وبص لسه بيجري, بيلف يلف يلف من حواليه ويجري, يرجع تاني قدام بيتي ويجري. الله الساعه 12, هو الراجل ده بيجري من البوليس ولا ايه؟ هو في ايه وراه؟ عمال يجري يجري, الساعه بقت 2 ولسه بيجري. فجيت له في مره ورحت موقفه, ما رضاش يقف. قلت له بس هسالك سؤال, بص لي كده بالانجليزي وقال لي dont waste my time, ما تضيعش وقتي, وكمل جري. وانا فضلت اتتبعه لفتره, عرفت انه بيخلص الساعه 2, والساعه 2 رحت له قلت له انا اسمي كذا وكذا وانا عاوز اتعلم منك, ممكن بس اسالك عندك كام سنه؟ فقال لي كذا. قلت له انت بتجري جري ده كله ليه؟ قال لي شوف يا ابني, حياتي كلها بعد الله سبحانه وتعالى صحتي, وبعد كده بنزل اساعد الناس وساعد الناس في المعاقين, يعني حياته كلها روحانيه صحته. قال لي عشان اقدر ادي في سني ده او حتى وانا صغير صحتي. قلت له لو بطلت يحصل ايه؟ وعلى فكره دي من اسئله الاعتقاد, اسئله القيم, ايه المهم بالنسبه لك في الصحه؟ حياتي يحصل ايه لو بطلت؟ يحصل ايه لو ما بطلتش؟ ايه اللي ممكن؟ دي كلها اسئله اعتقاد, في اسئله قيم ودي اسئله اعتقاد. قال لي لو بطلت اموت. قال لي مش حكايه ان انا اموت يعني, لكن اموت حياتي ملهاش معنى, فانا لازم. وتعلمت كتير من الراجل ده. انا شخصيا عندي ما كنت في العالم, حتى على فكره وانا قاعد في طياره ممكن انا مكاتبي اكن مكتبي في الطياره, لان بقضي في طيارات معظم وقتي, معظم كتبي كتبتها في طيارات, الوقت ده كله ما ضيعوش على الفاضي. فتبص تلاقي وانت قاعد في الطياره ممكن تقف, ممكن تعمل شد, ممكن تعمل تنفسات, ممكن تشد رجلك, ممكن تحرك جسمك شويه, ما تفضلش قاعد مثلا 7-8 حيات ساعات على الفاضي, فتلاقي جسمك نفسه هيبقى تعبان في الاخر, فمش هيديلك اللي انت محتاج له. ممكن تلاقي ان انت وزنك زاد, فبتلاقي الوزن الزياده بيضغط على ظهرك وعلى ركابك, نفسك تعبان. فاول حاجه تبدا بالتفكير الايجابي الصحي, تفكر تفكير صحي. العقل البشري حسب قانون نشاطات العقل, اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس النوع, اي حاجه تفكر فيها تتسع وتنتشر من نفس نوعها. يعني لو بفكر في السلبيات هتتسع وتنتشر من نفس نوعها, لو هفكر في النجاح هتتسع وتنتشر من نفس نوعه, لو هفكر في الصحه هتتسع وتنتشر من نفس نوعها. فاول حاجه التفكير الايجابي, التفكير انك خد بالك من التفكير. التفكير ممكن تقول لنفسك لا انا مش قادر, مش هقدر اتحرك النهارده, اعمل ولو اي حاجه بسيطه, حتى لو تمشي في مكانك تاخد نفس عميق 4-5 مرات, تعمل ضغط وتسيب, حط ايدك على الحيطه واعمل شويه بوش ابس, او شد دراعاتك لفوق شويه كده وسيبها, تلاقي جسمك كله بيتشد وجسمك كله رائع, وهتفتح نفسك وكل يوم تعمل منها ولو 5 دقائق. ابعد عن السلوكيات السلبيه, التدخين وغيره والعصبيه, مش هتفيدك, بتحفيدك بالعكس هتحطم لك صحتك. فأول حاجة التفكير الإيجابي. تاني حاجة في الركن الصحي نظام التغذية. أنا شخصيا ما أحبش أقول لحد كل ده ولا ما تاكلش ده, أنت لازم تعرف اللي هي العناصر الأساسية دي جسمك, عارف إن جسمك محتاج كربوهيدرات, عارف إن جسمك محتاج نشويات, عايز جسمك محتاج فيتامينات, عارف جسمك محتاج مياه, عارف إن جسمك عايز كده, أعرفهم وشوف حد يكون مختص يمكن يساعدك, اشتري كتاب يظبطك, لأن خد بالك كل واحد تقعد معاه حاول لك أسلوبه, كل واحد تقعد معاه حاول لك أسلوبه, ممكن تتلخبط للصبح, لكن انت شوف ايه اللي ممكن يناسبك انت, يناسب جسمك انت. المهم انك نظام التغذيه بتاعتك يكون نظام معتدل. انا شخصيا ما احرمش نفسي من حاجه, لكن ممكن عارف انا بعمل ايه, لو عايز اكل حاجه حلوه هاكلها, لكن لو حرمت نفسي من نفسها, عارف لو حرمت نفسي من الاكل, بفرض انا عايز جاتوهايه مثلا وقلت لا, خد بالكم اللي انا هقوله, اي حاجه تتحكم فيها هتتحكم فيك, واي حاجه تقاومها هتقاومك. انا مش عايز اكل دي, انا مش عايز اكل دي, انا عاوز ابعد عنها, فانت بتقول انا مش عاوز اكل حلويات, فانت فكرت في الحلويات فالحلويات تتوجد, انا عاوز ابطل التدخين فانت فكرت في التدخين اتوجد حسب قانون نشاط العقل الباطن, هتشوف الناس اللي بيدخنوا في كل حته هتتجن ساعتها. مش دي تاكيدات, دي بنسميها الايحاءات والتاكيدات الشخصيه اللي هي بنسميها افرميشن او اوتو سجيشنز, يعني التاكيدات, سميتها بالعربي تاكيدات الايجابيه. كلم نفسك صح, ما تقولش انا مش هاكل حلويات, تقول انا افضل اكل سلطات. ولو حصل انك عاوز تاكل حلويات اديها حقها, اديها حقها. يعني ايه اديها حقها؟ قول لها انا بحب جدا هاخد حته نفسي فيها اهي, ولكن برضو قررت ان انا اسيبها. زي السجاير, لو تبص للسيجاره وتديها حقها اديها حقها, ما تقوليش دي صاحبي ولا صاحبتي, انسى, لانها هتحطمك تماما. يبقى في الحالات دي ادي حقها تماما, لما تديها حقها وقرر وما تقومش, وبعدين سيب وانت بتقرر.
الجزء الصحي بالنسبة لنا احنا بنتكلم فيه التفكير الصحي، وبعد كده بنتكلم على اسلوب التغذية الصحي. انك بتختار اكلك زي ما قلت لك من شوية، هل هتختار اكل من الزبالة؟ طبعا لا، عشان كده اختار الاكل اللي يناسبك. ما تقعدش تاكل وانت خلاص ما انتش جعان. يبقى في الحالات دي في حاجة، في ضعف في التقدير الذاتي، في مرض اسمه اوبيسيتي اللي هو مرض الاكل، بتاكل وانت مش جعان، هات نفسك تخنت، فالناس يقول لك انا متعصب يروح ياكل وهو مش جعان. اسأل نفسك، هل بتاكل عشان انت جعان جسمانيا، ولا بتاكل عشان انت جعان عاطفيا؟ خد بالك بالفرق من الاثنين. لو انت جعان عاطفيا فانت بتبنى الفجوة اللي ناقصاك بالاكل، لانه غريزه بتهدي الاعصاب وطعمه حلو، ده انا بحب نفسي بالطريقه دي فانا باكل مع ان انا مش جعان، وبعدين هتتخن وهتزيد وهعمل لك مشاكل ليس لها حدود، وترجع تاني لنفس الدوره ونفس الحلقه المفرغه. فلغايه ما اشوفك ان شاء الله المره الجايه هنتكلم بالتفصيل في جزء الصحه، اللي انا حاطط له حته مهمه جدا لانه مهمل. الناس فاكرين ان لعب عيال بتضيع وقت، لكن لو ما تهتمش بصحتك مش هتعرف تنجح، مش هتعرف تكمل طريق النجاح، هتقع. هتقع في تحديات تنفسك، الأمراض النفسية، الأمراض العضوية. طب ما انت تاخد بالك، الوقاية خير من العلاج. وخلال حتى لو انت عندك حاجة دلوقتي، في حاجات معينة ممكن نعملها وتسأل عليها، وفي مختصين منتشرين في كل حتة، خصوصا في عالمنا النهاردة في رائعين في التغذية، روح لهم اسألهم عارف ازاي صحتك تستاهل. فلغاية ما اشوفك المرة الجاية افتكر، لن تطولك ولا عرضك ولا اسمك ولا اسم العيلة ولا شخصك ولا حاجة، حتى لو انت تخين مش مهم، انت برضه متقبل نفسك وبعدين حسن وزنك، لكن تقبل نفسك زي ما انت وعيش بكل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. ما تخليش الدنيا تسرقك، فعيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطابع بأخلاق رسول عليه الصلاة والسلام، الرسل الأنبياء الصحابة الأولياء الصالحين، بعدين بالكفاح. وطالما كفاح يبقى اقرأ اسمع اتعلم فتش دور، خليك تكون أفضل حاجة في حياتك وحياة اللي حواليك. ومن هنا خليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، وخليك منطبط على إصرارك، وعيش بالصبر وعيش بالحب، وأطر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.